12 من البطولة بين الملعب التونسي مستقبل المرسى وفات بالتعادل 0-0. غياب الأهداف عكس وجود مشاكل في خط هجوم الزوز فرق. الملعب التونسي رغم أفضلية طيلة المباراة لقى صعوبات وما تمكنش من التسجيل رغم محاولات الهداف علاء المرزوقي والكامروني تيري إرنست. النجاة تحضر وتغيب. اليوم ملعب التونسي معناها قدم مباراة كبيرة. سي فري ما ماركيناش، لكن بارفوا تجيك ماتش ما تنجمش تماركي، تدخل في البريسيبيتاسيون كيما اليوم، خاطر نتصور الملاعبية حبوا معناها لوجوا 3 بوان. عكس الجولات الفارطة خاصة ضد الترجي ونجم المتلوي، غابت النجاة عن هداف الفريق علاء المرزوقي، الشيء اللي خلانا نتسائلوا هل أصبح هجوم البقلاوة مرتبط بجاهزية هدافه من عدم؟ مو والله غاب بونت متاعين، وحتى الولاد الكل معناها ما قصروش، الجمعية كاملة معناها جبنا على اليمين على اليسار، لعبنا عملنا معناها مردود باهي، خسارة معناها ما فماش اليوم بونتويات. مستقبل المرسى ما خلقش فرص واضحة، فقط بعض المحاولات من أمير العمراني وبدرجة أقل على إدي العباس. هجوم القناوية تلقى صعوبات، وحتى الأهداف اللي سجلها في الجولات الفارطة كانت في معظمها من كرة ثابتة. رغم النجاح في التهديف في بعض المباريات، فإنه غياب رأس حربة أثر سلبيا على هجوم الفريق. الناس كل تتلوج في المهاجمين وتلوج باش الناس تكمل صورتو العمل نتاع صحابها. احنا جوسكا مانتنو المهاجمين نتاعنا ماهوش مقصرين، قاعدين يخدموا في لي دو فاز ديفونسيف اوفونسيف. ان شاء الله الوقت يجي وقت نتاع تعزيز الفريق المهاجم. احنا ساعيين مع الهيئه المديره دو تلفاسون الليني هذيك باش نقويوها ان شاء الله.